أسرع بيقبل لواء التوحيد بعد عملية نوعية قام بها صباح اليوم. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الله أكبر. بعد انقضاء المهلة التي أعطيت أسرى قبضت المجاهدين. أسرى هدول كلهم أسرى كل يوم عم نأسر أقدل منهم بإذن الله سبحانه وتعالى. تم بفضل الله تعالى أثر أكثر من 40 عنصر بينهم 6 ضباط. وبفضل الله تعالى تكبير الله أكبر كلية المشاة كل يوم يوميا لا يقل عن 40 و50 عنصر بينهم من 6 ل7 ضباط قاضي وليس ضباط أعوان.